احنا اليوم هنايا في وقفة اخرى من الوقفات التضامنية مع معتقل الرأي يوسف الحيرش اللي مر على الاعتقال ديالو الى الان شهر ونصف وفي جلسات متتالية من اجل محاكمته في هذا الملف الملفق المطبوخ كغيره من ملفات معتقل الرأي اللي كتروج في هذه السنوات الأخيرة. الهدف ديالها أساسا هو قمع الرأي، تكميم الأفواه، تقديس السلطات، منع نقد قرارات السلطات. اليوم احنا كنعاودوا نجدوا مطالبتنا بإطلاق سراح يوسف الحيرش اللي كيعرف الجميع على أنه متابع أساسا من أجل آرائه اللي كان كيبتها من خلال التدوين وأيضا من خلال تقاريره الإعلامية واللي كيعبر فيها عن رأيه بشكل سلمي، إلا أن مع الأسف السلطات أصبحت تقدس قراراتها، أصبحت تقدس تصرفاتها، لا تقبل من ينتقد إجراءاتها ومن يقبل سياساتها. عندنا جديد في هذا الملف ظهر منذ الجلستين السابقتين هو إضافة تهمة جديدة ليوسف الحيرش كتتعلق بتهمة أصلا أصبحنا كنعهدوها ليا تحقير مقررات قضائية. هذا عنده واحد دلالة واحدة بالنسبة لنا هو أن الملف فارغ، أنهم يجدون أن هذا الشيء اللي داروا ليه إلى حد الآن من تهم لا تسعفهم، أنها فارغة، أن ليس لها أي سند، ليس لها أي أساس، ولهذا يبحثون عن تهم أخرى من أجل تعزيز أو تبرير ما يمكن أن يصدر من أحكام. وكيأكد على أنه هذا معتقل رأي بامتياز، معتقل رأي صرف، فكنطالبوا بإطلاق سراحه فورا وإيقاف هذه المحاكمة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن السني الكاتب العام لجمعية الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، جينا اليوم باش نشاركوا في هذه الوقفة على هامش جلسة المحاكمة ديال يوسف الحيرش، لنقول بأن محاكمته في حالة اعتقال هو غير مقبول بتاتا. تصوروا معي أنه اليوم قدر أن الاعتقال أكثر من شهر ونصف في انتظار محاكمتي، هذه تعتبرها مصيبة، هذه مس وهدر الحقوق ديال المحاكمة العادلة، ديال حق كل مواطن في أنه يتحاكم محاكمة عادلة. شهر ونصف في انتظار محاكمتي وهو معتقل، هذا نعتبره مسا بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطن المغربي، ينضاف إلى باقي الخروقات التي تعترض المحاكمة، محاكمة لتجي في سياق التعبير عن رأي، رأي قد يكون مخالفا لتوجه معين ولكن يبقى رأيا ويجب أن يكون التعبير عنه حقا مكفولا للمواطن المغربي. لا يمكن أن نصفق بيد واحدة، لا يمكن للدولة أن تسير على قدم واحدة. هذه الأصوات التي يعتبرها البعض أصوات مزعجة، أقول بأنها أصوات ضرورية، يجب أن تتسع صدورنا للسماع بعضنا البعض، يجب إفساح المجال للمواطن المغربي للتعبير عن القضايا التي تهمه. يوسف الحيرش ما تكلمش على شي حاجة شخصية، ما تكلمش على ملف ديالو وانتقد فيه شخصية عمومية، تتكلم على مواضيع اللي تتهم جميع المواطنين، مواضيع اللي تتعلق بالسياسات العمومية، مواضيع اللي تتعلق بالتصبيع مع الكيان. إذن قضية فلسطينية والمواضيع المجتمعية هي مواضيع ينبغي فسح المجال للجميع المغاربة أن يعبروا عنها بكل حرية. كفى من قمع الأصوات، نحن والدولة تتجه في اتجاه الخاطئ، نقول كفى من هذه المحاكمات وكفى من هذه العبث. شكرا. السلام عليكم، تحية كل أصوات حرة داخل وخارج أرض الوطن. اليوم حنا كنتواجدوا أمام المحكمة الابتدائية مدينة القنيطرة تضامنا مع المدون والناشط الحقوقي يوسف الحيرش. الاعتقال ديالو هو اعتقال تعسفي، اعتقال سياسي بسبب تدوينات، بسبب المواقف ديالو، بسبب النشاط ديالو الإعلامي، بسبب فضح منظومة الفساد والخروقات واقتصاد الريع.
اليوم اعتقال ديال يوسف الحياش هو اعتقال كل الاصوات الحره. حنا كنشوفوا في هذا الوطن الجريح كاين هناك اعتقالات عديده على ربوع هذا الوطن من كل الاصوات الحره. هي سياسه ديال الترهيب، هي سياسه تكميم الافواه، هي سياسه ممنهجه قديمه جديده، لان اليوم ما قطعناش مع سنوات الجمر والرصاص. حنا كنقولوا سنوات الجمر والرصاص هي مستمره باشكالها طريقتها، لان حنا اليوم كنشوفوا رموز الفساد نائبين المال العام اللي هما فوق القانون، كنشوفوا الريع السياسي، كنشوفوا الفساد السياسي ما كاينش، لان الواقع اللي كنعيشوا في هذا الوطن الجريح على الجرائم ديال الاموال وعلى فضائح السياسيه ولا حاسب ورقيب. بسبب النظام المخزني باش يقمع ويكمم هذه الافواه هو باش يعبر على هو كامل على السياسه الفاشله ديالو، ما عندوش استراتيجيه، ما عندوش حلول حقيقيه اللي واقعيه. اليوم كنقولش يوسف حيرش ولا زنقاد ولا عمر رادي ولا معتقل الريف ولا كل الاصوات الحره، فالوطن هو الرهن على شي قال من طرف منظومه الفساد والاستبداد اللي كتحكم وكتحكم في مصير الشعب المغربي. حنا كنشوفوا اليوم واقع الشعب المغربي، الواقع المزري، الظروف القاهره اللي كيتخبط منها الشعب المقهور، هادشي كيدل على الجرائم، على الحقره، على الظلم اللي كيتمارسوا منظومه الفساد في وطننا الجريح. وخير دليل هو التقرير الاخير ديال المندوب العام لاداره السجون هو الاكتضاد بسبب علاش؟ حيت ما عندكش تعليم، ما عندكش صحه، ما عندكش سياسه فاشله. انتم بالتقارير ديالكم كتعبروا على الفشل ديالكم، على الظلم اللي كتمارسوا في حق الوطن. حنا كنقول كفى من هذه الاعتقالات التعسفيه، هذه الاعتقالات هي كل بينه واضحه، هي ترهيب الشعب المغربي باش ما يهضرش على حقه، باش ما يتكلم. اعتقال حيرش هو اعتقال سياسي، اعتقال كل المدونين وكل النشطاء هو اعتقال الوطن من طرف نظام المخزني. الحريه ثم الحريه لكل الاصوات الحره. حنا اليوم التضامن ديالنا مع الحيرش هو تضامن من اجل اطلاق سراح الوطن وسراح كل الاصوات الحره، الحريه ثم الحريه لكافه المعتقلين. اذا تنظم هذه الوقفة أمام المحكمة الابتدائية بقنيطرة بموازاة مع محاكمة يوسف الحيرش المدون الذي يتابع من أجل التعبير عن آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يوضح بما لا يدع أي مجال للشك ضيع صدر السلطات التي لم تعد تقبل آراء أخرى تعبر عن نفسها من السياسات العمومية في البلاد. نحن نلاحظ استمرار اعتقال عدد من المعتقلين السياسيين وضمنهم معتقلو الرأي والصحفيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلو الحركات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقل حراك الريف والمناضلون الجبهويون المناهضون للتطبيع. وهذا طبعا يوضح ان الحديث السلطات عن احترام حقوق الانسان وانها تشغل مجلس حقوق الانسان خطاب فارغ، لان الواقع يفند ذلك والواقع يكسف جيف الشعارات. ونحن نلاحظ استمرار اعتقال زيان والريسوني وبوعشرين والراضي ومناضلو الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع ودعم فلسطين، زنقاد وداكار وبوغيود. إذا مجددا نعبر عن استنكارنا لاستمرار الاعتقال السياسي في بلادنا، ونطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا. اليوم جلسة جديدة وبرمجة ديال المحاكمة ديال يوسف الحيرش الناشط اللي معتقل ومتابع من أجل آرائه مواقفه وانتقاداته للسياسات ديال الدولة المغربية، جايين من مختلف المشارب والمكونات المجتمعية، نشطاء من أجل حقوق الإنسان، من أجل الحريات، كيطالبوا الوقف ديال المتابعات الصورية اللي كيتعرض لها يوسف الحيرش وغيره، كيطالبوا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية ومعتقلي الإدانة
ديال التطبيع كيطالبوا بالاطلاق سراح والبراءه الكامله والفوريه ليوسف الحرش والسراح ديالو. كنتمناو ان الدوله المغربيه توقف هذه المحاكمات السوريه وانها ترجع للعقل، ترجع للاحترام ديال القانون وديال الحريات. كانت نحييو يوسف الحرش، كنتمناو ان تكون معنوياته مرتفعه، كنتمناو ان عائلته تبقى صامده، وكنتمناو انه يتم اطلاق سراحه فورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتواجدوا امام المحكمه الابتدائيه بالقنيطره من اجل الاعلان عن رفضنا للمحاكمات السياسيه ورفضنا للمهازل التي تتم باسم المحاكمات السياسية. حضورنا هنا هو من أجل الإعلان عن تضامننا المطلق واللامشروط لأخينا مهندس الدولة يوسف الحرش الذي اعتقل على خلفية تدوينات عادية يعبر فيها عن موقفه من الفساد المعشش في هذه البلاد. كلنا يوسف الحرش وكلنا نرفض الفساد ونرفض الاستبداد ونرفض الاعتقال السياسي، ولذلك فإن حضورنا أمام هذه المحكمة هو من أجل التعبير عن موقفنا الرافض لهذه الهجمة على المعتقلين، على المدونين وعلى النشطاء السياسيين والمدونين الذين يعبرون عن آرائهم في بكل حرية. إلا أن المنظومة كان لها رأي آخر وهو ضيق صدرها بحرية التعبير واعتقال الشرفاء والزج بهم في غياهب السجون. نحن هنا من أجل الإعلان كما قلت عن رفضنا المطلق للاعتقال السياسي وكلنا يوسف الحرش، وكما نطالب بالإطلاق الفوري لأخينا يوسف الحرش مهندس الدولة وللنقيب محمد زيان ولتوفيق بوعشرين وعمر الراضي ولسليمان الريسوني ولكافة المعتقلين السياسيين ومن بينهم معتقلي الحراك الريفي.